أنا صار لي موقف أثر فيني، أثر في مصعب شخصية للأمانة لقرابة سنة أو لقرابة إلى هذا الوقت. أثر فيني وفاة رفيقي، والله أثرت فيني، أثرت فيني، أثرت فيني، والله إني قعدت أبكي عليه هذاك الأسبوع يوميا، ليس بكاء بالنياح والعياذ بالله، والله العظيم تجي هني عشان الداخل. لا ما عليك، بالعكس أنت بخر. والله أنا من رأيي نفداك، أنا مريت بفترة سيئة جدا لمدة أسبوع. طبعا رفيقي مات عندي في المدرسة، والله يعني كنا وقتها نلعب رياضة، حصته قبل لا نلعب الرياضة دخل عندنا مدرس الرياضة، قال تبون نطلعكم اليوم؟ قلنا ايه. قال اصبر، قالوا اجلوها يوم ثاني بدل ذا اليوم، كان شمس وصيف وحر وشقا، اصرينا عليه سبحان الله في هذاك اليوم. صرينا عليه في ذاك اليوم، صرينا 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 لين طلعنا حصة الرياضة. والله ثم والله رفيقي هذا اللي توفى الله يرحمه، يعني أشوف ابتساماته في كل الزوايا للأمانة، لأنه كان له ابتسامة خاصة، رجع عزيز على قلبي. يوم كنا نلعب كورة هم الكلام هذا، سبحان الله احنا فصلنا ما يلعب كورة واجد، لكن ذاك اليوم لعبنا كورة وبثيابنا ومن الكلام ذا لعبنا كلنا سبحان الله، يعني في ناس ما يلعبون كورة لعب. اليوم هذا الشخص والله ثم والله اني كل ما جيت اقعد او كل ما جاء احد يقعد من الزملاء اقول لكم لا تقعد، لعبنا لعبنا إلى نهاية الوقت، إلى نهاية الوقت يوم خلص الوقت راح قبل لا يشرب، راح يشرب ماء وهو على جهد على تعب، إيه والجهد هذا ممكن أثر فيه وراح وشرب ماء بارد، فالظاهر والله أعلم أنه سببت الجلطة أو من ذا الكلام. فكان رايح للسيب، كان في السيب رايح للفصل يطيح ويبلع لسانه لحو ويتوفى، لحو ولا قوة، الله يرحمه الله يرحمه. والله شوف يوم طاح جيت أنا لقيت طايح خلوني يسعفونه، الإسعاف هذاك الوقت تأخر نص ساعة، جاء الإسعاف أخذه، طبعا هو له أخو توام أتمنى أنه ما يسمعني، لا رحنا نادينا قلنا الحق على أخوك، وأنا والله من الأشخاص اللي رحتنا وندمان ما ندري، قلنا يمكن الولد فيه صار شيء كأخوي الولد، والله مثل ما أقول لك يجي الإسعاف ويأخذه، أخذه الظاهر توفى في الإسعاف، حاولوا ينعشونه حاولوا ينعشونه، والله يعني كيف أقول لك كيف أقول لك، والله هذاك اليوم مر علي من الكوابيس الأسبوع ذاك، والله ثم الله إني أبكي يوميا. هذا طريق كل أبونا ماشيين والحمد لله، كل أبونا ماشيين بس على كل حال الطيب يفقد، أكيد الطيب يفقد أكيد. والله يوم توفى والله ما حضرت اليوم اللي بعده مدرسة، نفسية كانت جدا سيئة، حضرت اليوم الثالث، حضرت اليوم الثالث كنت ماسك دمعتي ماسك دمعتي، طلعنا احنا والشباب وقعدنا في الساحة ما قدرنا ندخل الفصل أبدا، لأن لا زال في بعض الذكرى
بعض بعض الروحات بعض الجيات في زوايا الفصل قعدته على الكرسي مشيته هذه كلها تأثر. فوالله قاعد في الساعة أنا والله ما دنيتها والله ثم الله إني ما دنيتها إلين جيت الفسحة يوم جيت الفسحة وأنا انفجر. إيه تحس إنك فقدت لك شيء. شفت لما تكتم تكتم صح وتنفجر راح يكون انفجار مدوي مو زي لما أنت تنفجر على طول. صح صح لأنك ضغطت نفسك. الطرطيعة هذه حقت الثوم ما هي زي القنبلة. صح هذه المقارنة. انفجرت بكيت 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 في الزاوية طبعا ما أبي أحد يجيني ما بغيت أحد يجيني إلا فجأة الشباب تولموا علي تولموا علي وجاء واحد من الشباب قال شفيك شفيك ويحضني قال راح والله اللي يطيب مني منك راح اللي يطيب مني منك يا مصعب لك برضه قال تعال وديك البيت اسمه تركيثين ودوني هو تركيثين رفيقي وناصر رميلي شباب ذا ودوني البيت يوم وانا في البيت شعرت بضيقة وش السؤال هذا وش فيك وش فيك يا صحيبي لا تنشد يا صحيبي داخل في وجه شيبانك عليك يا صحيبي داخل في وجه شيبانك عليك وان تدري من غلاهم دني سمعتي لا تنشد وش فيني ولا وصار فيك والله ان عندي سؤالك يفرق جمعتي كنت حاول امسك الدم ولا ضرب ريك غير مر الذكريات وطاح الدم يا سلام داومت اليوم اللي بعده او اللي بعده داومت دخلت مع واحد من الشباب اسمه سالم سلطان نسي مسي عليه بالخير رفيق الروح دخلت المدرسه دخلت المكان 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 اللي توفى فيه اللي طاح فيه دخلت المكان اللي توفى فيه قعدت ناظر وسبحان يعني ما تدري وش جاء رفيقي ذا سالم سلطان نجي وسحبني وداني البيت رجعت البيت قبل لا ارجع البيت قلت له وانا في السيارة قلت كل ما مريت من ذيك الأماكن كني أرجع غصب للذكرى وأغني ودي أنسى ما حصل فيني ولكن أقدر أنسى أخذها الموت عني يا سلام الله يرحمه يا الله أقدر مضى علي فقده ككابوس هذيك السنة الفصل فقد حيويته مصعب صار يتأثر يتأثر من كلش صح تحس إنك فاقد لك يتأثر من القرآن يتأثر من الأغنية يتأثر من واحد يغني بدون موسيقى يتأثر صار مصعب يخاف من الفقدان صار مصعب يخاف من الموت مصعب صار ما يحب الموت هو ما يحب الموت كلنا ما نحب الموت لكن صار ما يحب أن يموت شخص عنده الله الحمد لله على كل حال هذا طريق والله ما أدري إيش أقول يعني. طريق كل الناس ماشيين هو الحمد لله على كل حال والله يرحمه يعني ولا يبي منك الحين إلا الدعاء وإنك تترحم عليه وتدعي له والله أنا ما أثرني بس هذا صل على اسمع 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 انا قبل لا ادخل البرنامج في وقت اليوم بس كيف اقول لك يا بني
الحمد لله على كل حال، وهذا الطريق يكلبونه ماشينه. توفى واحد من اخوياي قبل لا ادخل البرنامج. الله ما دنيت الدمعة مصعب حساس، بس صار عنده صدمات بموت. ودي يبكي، ودي يبكي، ودي يبكي على فقد الناس الغالي. بس يا ولد ماني مصدق والله، ماني مصدق. كلنا فقدنا ناس غاليين والحمد لله على كل حال، ولا يبون منا. ما انا ذا الحين منصدم، ما ادري انا هل الدمعة ما هل الدمعة، حتى دموعي انشفت. لا تهل الدمعة وعين من الله خير، اذكر ربك والحمد لله على كل حال. وهذا الطريق كلنا ماشيين، وفقدنا ناس واجد غاليين، ولكن متصبرين ومحتسبين الاجر والحمد لله على كل حال، وانا لله وانا اليه راجعون. ما حد خالي من الامر هذا يا ابو احمد، لكن الحمد لله على كل حال. كلنا والله ان فاقدين ناس غاليين وفاقدين ناس نحبهم، يا في صدري من التكاك، ودنا نبكي ودنا، لكن الحمد لله على كل حال. راضين بقدر الله، راضين بالمقسوم، راضين باللي كاتبه ان الله، وهذا شيء مقدر ومكتوب من قبل لا نخلق، هو في صحيفتنا. والله صارت صدمات، انا كل سنه افقد لي واحد، والله صار عندي صدمة، ما أدري أبكي، ما أبكي، دمعة انشفت، دمعة انشفت. ما مصعب اللي كان يتأثر من أدنات شيء ممكن صار عنده صدمة من سالفة الموت، ممكن ما يبكي، يبكي على أي شيء تافه ولا يبكي من الموت، من قوة الصدمة اللي صارت. لا ما الدمعة الحمد لله على كل حال. واللي يا صحيح يا صاحبي كانك تشوف الدمع عيب من العيوب، هذه ما عاد وقتها شاورما، هذه عادة صارت الآن في موقف الحزن، في موقف الضيق. يا صاحبي كانك تشوف الدمع عيب من العيوب، أنا عيوبي كل أبوها وسط عيني بينة، هذا في السابق. أنا عيوبي كل أبوها وسط عيني بينة، لو ذقت من حرة الدموع اللي على خدي تذوب، تقول دمعة الرجال ما هي هي. يا سلام، الله يرحمه ويغمد روحه للجنة والحمد لله. أنا والله ما عدت تدري، صار عندي نوع من الصدمة، والله إني ماني مصدق أخوي. والله إنك حزنتنا، لكن الحمد لله على كل حال. ما والله ماني مصدق، هذا قدر الله، وهذا والله ماني مصدق. أنا أتكلم لك جد، والله ثم والله يا بني، إني إلى الآن ماني مصدق. ودي اطلع من البرنامج اشوف الرسم لي. الحمد لله على كل حال، وهذا شيء ما نقدر، راضين بما قسمه الله والحمد لله. كلنا والله فاقدين الغالي، وكلنا فينا ضيق وفينا، لكن لازم انت تتعايش مع الوضع وتتأقلم والحمد لله، وابشر بي في اللي تبيه انت كله. انا اخوك وصديقك واللي تبيه انت. والله وافي بنيه، والله ما ادري كيف الكلام هذا يبكيني، بس ما في شيء يستاهل الدمعه. احنا عارفين الموت صار يصدم، ما صار يبكي، عرفت اللي كذا تمر عليك صدمات صدمات صدمات، ما تنزل الدمعه ولا يطلع ولا تطلع الضيق من الصدمه. الحمد لله على كل حال والامر، راضين بما قسمه الله. والله ما ودي انك فتحت الموضوع هذا، وانك والله انك ضيقت علي انا قبل لا تضيق على نفسك، ولا انت مرجعين شيء، ولا انت كل ما فات راح. هذا الامر صار عندي زي التكاك، التكاك اللي لازم ضيق ضيق، والله اكثر من يبكي حنيت كل ما طاول كل طاول الصغيرين والجول والكبار، والله كل ما شغلتها يهل الدمع. يقول طال مداح الله يرحمه، طاول الصغيرين والجول والكبار، وش سبب غيبتك يا صاحبي؟ وش جرى؟
كن فقصر حنايا عقب فرقاك نار والهموم وغرامك في الضمير فقصر صار تأثر علي هذه يقول له ايش سبب غيبتك كل ما قلت ايش سبب غيبتك شفت ان الموت هو السبب هذه هي الدنيا يا ابو احمد لكن الحمد لله انا مؤمن بالله هذا اللي الله منك مؤمن بالله لازم ترضى بالقدر ولازم ترضى والحمد لله على كل حال وانا معك ابشر بي باللي تبيه وبد انا موجود اخوك وصديقك واللي تبيه ابشر والله ما في شيء يستاهل ولا اخوك الدمع ولا في شيء يستاهل الامور هذه كل ابوها الحمد لله هالشيء فاتت واللي مقسوم ما منه مفر الحمد لله على كل حال كلنا فقدنا ناس غاليين اللي فقد اخو واللي فقد ابن عم واللي فقد صحيب واللي فقد ام واللي فقد ابو هذول اعظم من كل شيء ها بروح شوي برجع لك لا والله ما تروح تعال 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 يا ولد تعال